تأتي امرأة إلى جحا وقد تولى خطة القضاء، خطة القضاء، يعمل قاضيا. تقول له: يا قاضيا، ابني هذا عاق وقد خرج عن طوعي، وقد خرج عن طوعي. قال: ما له؟ قالت: يأكل كميات كبيرة من السكر ولا أستطيع أن أفي بحاجته اليومية، يأكل سكرا كثيرا، امرأة فقيرة أرملة. طب ما المطلوب مني؟ قالت: تأمره من خلال حيثيتك، من خلال موقعك كقاض، بأن يأكل كمية محدودة، كمية أستطيع أن أفي بحاجاته منها. قال: الأمر يحتاج إلى وقت، إلى وقت، عودي إلي بعد أسبوع أنت وابنك هذا السكري. فذهبت مع ابنها بعد أسبوع كامل. لماذا أسبوع كامل؟ قضية سهلة، خلص أصدر الأمر. عادة المرأة مع ابنها، فقال لها: جميل، انظر أيها الولد أو أيها الشاب، عليك أن تأكل يوميا فقط كذا وكذا جراما من السكر ولا تجاوز هذا، حذاري. قالت له: وهل هذا الحكم البسيط الساذج يحتاج أسبوعا كاملا لكي تستخلصه تستنبطه؟ قال: نعم. قالت: كيف؟ قال: كان علي أن أجرب في نفسي وأرى الكم الذي أحتاجه يوميا من السكر، وضبطت هذا المعيار من خلال أسبوع، تجربة علمية فعلا، خلال أسبوع عرف إيه المقدار الذي يحتاجه بدنه من السكر. طبعا هنا في فرضيات خاطئة جدا تنطوي عليها إيه هذه النادرة، فرضيات الأم وفرضيات جحا طبعا، أو الفرضية المسوقة على لسان جحا. فرضية الأم أيضا مثل فرضية الملك، أنه يمكن باسم القضاء، باسم القانون، أن تلجم شهوات الناس، غير صحيح. الولد سكري، بحب السكر، ما ينفعش، مش بالقضاء، هذا يحتاج إلى مقاربة تربوية، مقاربة تربوية روحية قبل حتى أن تكون إيه أي شيء آخر، في جوهرها تربوية روحية. أيضا من الافتراضات الخاطئة أيها الإخوة أن ما يناسب امرأة ما يمكن أن يعمم على الآخرين، وهذا غير صحيح. هناك فردية واسعة جدا جدا في هذا المجال، هذا غير صحيح بالمرة.